مساء الخير وتحية رياضية لكل مشاهدي صفحة الشاشة. 17 دقيقة مروا على انطلاق المباراة، نتيجة ما زالت التعادل 0-0 بين الفريقين. مباراة هامة جدا خاصة من ناحية فريق السلام زغرتا. قبل انطلاق المباراة بتصطدم بالحائط، ترتد ضغط من فريق السلام، تسديدة عالية عن مرمى عبد صالح. المدرب الخلوق الكابتن فؤاد حجازي اللي عم بيساعده حسين طحان، عم بيقود المباراة الحكم محمد، قائد الفريق عامر محفوظ، خبرة كبيرة عامر، لاعب نادي طرابلس السابق، بيلعب كرة منتصف الملعب. أوسكار غندوسي بينطلق، أوسكار خطأ لصالح، مرعوب الكرة، فريق السلام عم بيحاوله، مميز جدا أوسكار غندوسي. حمزة بيلعب الكرة، ملعوبة مقطوعة الكرة، خطرة على فريق السلام، الكرة بتلعب، خطرة جدا، خطرة جدا على مشرف مراغ، الكرة بتلعب مقطوعة باللحظات الأخيرة. فريق السلام بالمركز الاخير برصيد نقطة واحدة انتزعة من فريق البرج بمباراة الذهاب. الكرة بتلعب، رائع جدا هيدا اسكار، رائع جدا، رقم 30، كرة بتلعب داخل منطقة الجزاء، خطر جدا. أليكس بطرس بحاول بالكرة، أليكس، كرة ملعوبة، هشام النابلسي بتلعب الكرة على مشارف مربع، فرصة خطيرة مقطوعة تسديدة العوطة، كان المفروض يلعبها، لو لعبها العوطة كانت خطرة جدا. كرة ملعوبة، يا سلام يا باتريك، يا سلام أوسكار، يا سلام يا أوسكار، أوسكار دوهي بيلعب كرة، أوسكار طويلة، أوسكار غنطوس، كرة ملعوبة عم بينفذ أوسكار، أوسكار بيلعبها داخل منطقة الجزاء، خطيرة جدا الكرة بتلعب، فرصة 1-0 لعب الكرة عامر، عامر ملعوبة، أوسكار غنطوس قائد الوسط، بتلعب من جديد لأوسكار، كل الكرات تنطلق أنطوان بيلعب كرة طويلة، أنطوان دوهي كرة بتلعب، خطأ لصالح من اللاعبين المميزين جدا، مستقبل كبير لزين فران، كرة بتلعب. بدي رحب فيكم مباشرة وحصريا من ملعب الرئيس فؤاد شهاب بمدينة جونية، ملعب جونية البلدي اللي عم يحتضن مباراة هامة جدا خاصة من ناحية فريق السلام، هامة لأنه فريق السلام لفريق السلام إلا بإحراز 3 نقاط ما في بديل عن الفوز أبدا. النقاط رح تكون هامة جدا. هشام النابلسي، فريق البرج قبل انطلاقة كان لهم صولات وجولات بالملاعب اللبنانية مع هالنادي، فريق البرج كرة بتلعب طويلة، طويلة الكرة ملعوبة، ملعوبة الكرة داخل منطقة الجزاء، معه أبو حمدان، مقطوعة الكرة لمنتصف الملعب، بتلعب الكرة أوسكار غنطوس، كرة بتلعب أوسكار، أوسكار أبو حمدان، أبو حمدان بيحاول بالكرة، يا سلام أوسكار غنطوس مميز جدا. صفر عم بتضيع بشكل غريب بعد انفراد من فضل عنتر، فرصة كبيرة لفضل عنتر، الفرصة الثالثة لفضل عنتر، الفرصة الثالثة لفضل عنتر، خطير جدا، نقص اللمسة الأخيرة، مهاجم نادي البرج عم بيضيع، افتتاح التسجيل بالدقيقة 63 لفريق البرج. كرة حمزة بيلعبها لناصر، ناصر فرصة 1-0، ناصر بيتقدم، مقطوعة باللحظات الأخيرة من مين؟ من واحد من نجوم المباراة. مدرب فؤاد حجازي عم يعطي تعليماته ومساعده. المباراة نتيجة ما زالت تعادل 0-0 بوحدة من أخشن المباريات اللي التعبت فريق السلام بهالموسم، استسلم ورفع الراية البيضاء، فريق السلام نقطة واحدة. الحكم عم بيشير لست دقائق كوقت محتسب بدل عن ضائع. محمد حداد 2-0 لفريق البرج. استغل تعب فريق السلام بالشوط الثاني، اللياقة فرقت، فريق البرج بالشوط الثاني